مسيرة ثوار وثائرات تعز ثلاث سنوات بل تزيد، وتعز تضرب عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية وبقايا الإمامة السلالية حصار يطوقها من ثلاث جهات بأسلحة القتل والفتك والدمار. وأمام هذا الوضع الذي طال مداه وصمت المجتمع الدولي تجاه هذا الحصار لتعز، والذي يعتبر في القانون الدولي حرب إبادة إلا إننا في نتعز نتساءل عن الغياب المريب من المجتمع الدولي أزاء ما تتعرض له المدينة من جرائم ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابي. وما دامت سياسة المجتمع الدولي غائبة بكل أسف عن قضايا تعز، فإن الطريق إلى رفع الحصار وإيقاف جرائم القتل اليومي التي تمارسها الميليشيا الحوثي الانقلابية على المحافظة هو العمل الجاد والاصطفاف الثوري لكل الأحرار في مواجهات الميليشيا الحوثي السلالية واستكمال التحرير. نثق نحن أبناء تعز باهتمام الأخ المناضل المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى. القائد الأعلى للقوات المسلحة بقضايا تعز وحرصه على استكمال تحريرها واستقرارها، فإننا نأمل مع ذلك مضاعفة الدعم للجيش الوطني وبما يمكنه من هزيمة الميليشيات السلالية والانقلابية. كما نؤكد دعمنا وتأييدنا لموقف القيادة السياسية الصلبة في التمسك بالمرجعيات الثلاث وسعيها الجاد لبناء اليمن الاتحادي. ولا ينسى أبناء تعز في هذا المعترك الذي تخوضه اليمن أن يثمنوا تثمينا عاليا لدور الأخوة الرائد والرائع للأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والدعم السخي لدولة الإمارات العربية في مساندة الشرعية لاسترجاع الدولة ومؤسساتها، حيث يسجل اليمنيون شكرهم العميق لدول التحالف العربي ولما يقدمونه من دعم سخي وكريم لليمن وشعبه. أيتها الجماهير الفتية، سنمضي جميعا صفا واحدا نلتف به حول القيادة السياسية والسلطة المحلية والجيش الوطني والمؤازرة الجادة لدعم الأجهزة الأمنية. والشكر الأجل والتقدير الأعظم للشهداء والجرحى الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم رخيصة في الدفاع عن اليمن والمحافظة وأبناؤها. كما لا ننسي أن نزكي الشكر والتقدير والعرفان بالجميل لأبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني الذين لازموا محافظتهم وثبتوا للدفاع عنها، وكان لهم الشرف الأول في مواقع الشرف والتضحية من أجل استعادة روح الجمهورية وإسقاط الفكر السلالي والاستبداد بأشكاله وبناء الدولة الاتحادية وحكم ديمقراطي يقوم على أساس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة والسلطة والإعلاء من شأن العمل والإنتاج القائم على أساس إتاحة الفرص على قاعدة المواطنة المتساوية وعلى مبادئ الكفاءة والشراكة. حكم يستند على إرادة الشعب ويرعى مصالحه ويكافح الفساد والفاسدين. ومن هنا فإن الواجب يلزمنا عدم التفريط بحق الشهداء والجرحى أو بحق أبناء المقاومة الشعبية والجيش الوطني الأبطال الذين لبوا نداء الواجب في أحلك المواقف والظروف حين تخلف البعض عن ذلك الواجب. أيتها الجماهير الأبية، إن صمودنا يتجدد واصطفافنا ينبغي أن يتعزز أحزابا ومكونات ومستقلين حتى يتحقق النصر وتتحقق أهداف الثورة والمقاومة وترتفع راية الاتحاد في عموم اليمن. الرحمة على الشهداء والشفاء للجرحى صادر عن ثوار وثائرات تعز، السبت 14 يوليو 2018.